انا كنت خدام اسي هذيك الساعه، هذيك الساعه فاش هي مرضت في مرضت، كنت تقرا في المدرسه وجات تحت مريضه في الدار، عيطنا على البنات هزيناها جينا للسبيطار، قال لنا الطبيب عندها سكر، مريضه بالسكر. هذا الشيء اللي كاين. ولكن حنا سمعنا في المنابر الاعلاميه انك تقول انه كاين شي اغتصاب، شي اغتصاب شنو شي حد كنقص عليه؟ اغتصاب سمعت انا داك الشيء، ما لا اعلم، يكون كاين الاغتصاب الطبيب اللي غادي يعطينا ورقه ديال الاغتصاب، انا ما قال لي الطبيب والو، ما عطاني لا ورقه لا والو. يعني حتى شي واحد ما تكرفس على البنات ما؟ لا اعلم، البنت راه خصها تقول لراسها، الله اعلم، خصها تهدر نفسها. المسكينه ما كتهضرش. ما كتهضرش. هذا الشيء اللي عطى الله. الحالة ديال السيدة اللي عندها 12 سنوات اللي كانت دخلات في حالة غيبوبة لمصلحة العينة المركزة للإنعاش، تدخل الطاقم الطبي والتمريضي قام مجموعة من التحاليل اللي بينات بأنه هناك ارتفاع في مادة السكر في الدم، مرض السكري كان مرتفع بزاف. كانت تدخل لطبيبة الإنعاش وطبيبة الأطفال وطبيبة الغدد اللي شافوا الحالة ديالها، وقاموا بتقديم مجموعة من المواد باش نهبطوا مادة السكر في الدم. إضافة للغيبوبة مشينا درنا حتى سكانير الدماغ اللي يبين بأنه الحالة الدماغ مزيان، ما كاين لا مشكل لا والو. جلست المريضة لمدة واحد 3 أيام 4 أيام، شفنا بأنه عندها انتفاخ في البطن مع حريق وارتفاع في درجة الحرارة. درنا تحاليل لقينا عندها فشل كلوي اللي استدعى أنا باش نعيطو لطبيبة التصفية. دارت واحد الحصة ديال التصفية، من بعد بقى داك الحريق في البطن، تم المناداة على جراح الأطفال اللي هو الدكتور شبور اللي كان حي من هذا المنبر اللي جا في الحين، وقام بعملية جراحية المريضة الله يشافيها. تبين في العملية الجراحية بأن عندها واحد ثقبين في نهاية المعي الغليظ اللي تم الإصلاح ديالهم جراحيا، عرف الطبيب جراح الأطفال. الحالة ديالها دابا الحمد لله مستقرة. سمعنا على الاغتصاب، مات الاغتصاب، الخبرة الطبية هي كدار جوسكا بريزون كدار، والنيابة العامة غادي تاخد في تحقيق في هاد الحالة هادي، واني في تقديرنا حنايا بأنه بارمي دوك المضاعفات ديال السكري كيقدر تنتج عنده هاد الحالات هادي. استبعد يكون عمل اجرامي وتكون عملية اغتصاب، استبعدها بزاف، ان واحد السكري يقدر يعطي فشل كلوي ويقدر يعطي ثقب سكون ابي لا كوليتي سيروز، ثقب في المعي الغليظ. والسيدة دابا حالة ديالها مستقرة وشكرا.